زميلنا طلال عبد الله من مركز الأخبار، شكرا على هذه الجولة الصحفية. ننتقل مشاهدينا سويا لفقرتنا القادمة اللي بنتكلم من خلالها عن السعادة اللي تعتبر الغاية أو الهدف الأسمى لدى العديد من الأشخاص واللي يحاول أنه يطبقها على نفسه وعلى أسرته. تعرف أكثر مشاهدينا على السعادة في الأسرة. معنا في الاستوديو الأستاذ عبد الله سالم المزروعي، باحث في تطوير الذات. صباح الخير أستاذ عبد الله. صباح النور وجزاكم الله خير على الاستضافة الجميلة. صباح السعادة. صباح السعادة، يوم سعيد اليوم. أنا سعيد جدا أني أنا في الإمارة الباسمة. الله أنا يسلم. اليوم مصادفة أني أمر اليوم على تلة خضراء كبيرة، حياك مكتوب الله. عليها بالخط الأحمر ابتسم أنت في الشارقة. فطبعا هي بالنسبة لي أنا يوم سعيد. وحتى لما لاحظت الطيور اللي تطير حول التلة هذه استشعرت أن هذه الطيور سعيدة، أن كونها مرت بالتلة هذه، مرت بالجمل البسيطة هذه، الحمد لله، اللي خلتها سعيدة وخلتني أنا سعيد، وإن شاء الله أن يكون يوم سعيد للكل بإذن الله على الجميع. أستاذ عبد الله، شو يعني سعادة؟ يعني وايد أشخاص يمكن اختلفت التعاريف عن السعادة، كل واحد يشوف السعادة بشكل معين بطريقة معينة، لكن شو هي السعادة أساسا؟ طبعا أنت مثلي، مثل الأخت أمل، مثل كثير من المشاهدين، يعتقد يعني أن السعادة لها تعريف يعني واضح. أنا أدرس السعادة من 4 سنوات الآن، لم أجد تعريف واضح للسعادة. استنتاجي بس البسيط، عشان بس أنا عارف أن المشاهد اليوم ما عنده وقت أني أنا أشرح واستفيض في السعادة، لكن هي ما يظنه الشخص أنه السعادة. سعادتك هي ما تظنه أنه السعادة. يعني لو سألنا 100 شخص اليوم، لو سألنا كل اللي في الاستوديو اليوم ما هي السعادة، ممكن اللي يقول لك المال، ممكن اللي يقول لك صح الابتسامة، ممكن اللي يقول لك يعني السيارة الجديدة، ممكن يقول لك الزواج، ممكن يقول يعني عدة تعاريف تصب في المفهوم هذا. والشخص هو نفسه اللي يظن أن هذه هي السعادة ستصبح هي السعادة. اليوم لو مسكت الطفل قلت له ما هي السعادة، يقول لك أنا ألعب مع أصدقائي. صحيح. مسكت المرأة اليوم تقول لها ما هي السعادة، يقول لك أنا أروح شوبينج مول أو أروح أشوف صديقاتي. لو مسكت شخص مثلاً عبد الله مثلاً اليوم قلت له شو هي السعادة عندك، أن يكون اليوم بين الناس سعداء. فهي السعادة تختلف من شخص إلى آخر، وكذلك هي في كل البشر تختلف. يعني لو طلعنا في الشارع وسألنا 100 شخص اليوم عن السعادة، ممكن نجد 100 تعريف للسعادة. أكيد الأجوبة تختلف في هذا الموضوع. نتكلم أستاذ عبد الله عن دور الأسرة. أعتقد دور الأسرة مهم كثير في تحقيق السعادة للأبناء وللعائلة بشكل عام. نعم صحيح. إحنا لما نتكلم عن الأسرة دائما نقول الجانب الأسري في حياة البشر. نعم. لأن كل إنسان له جوانب في حياته، الجانب الشخصي، الجانب المهني التعليمي، الجانب الأسري، الجانب الاجتماعي، الجانب الصحي، الجانب الروحاني. كل هذه الجوانب هي لكل شخص اللي عنده الجوانب هذه، لكن الآن كيف يضع الأهمية لهذه الجوانب في حياته هي اللي إن شاء الله أن هي يعني طبعا بحث مستفيض فيها، لكن إحنا راح نركز اليوم على الجانب الأسري. الجانب الأسري طبعا لما نتكلم عن الجانب الأسري هو جانب من الجوانب الستة هذه في الحياة، فيجب على الشخص أن يركز على الجانب هذا، جانب مهم جدا في حياة البشر اليوم، للنجاح، للغنى، أن يكون إنسان متميز، أن يكون إنسان متزن. يجب أن يركز على الجانب الأسر. لما نتكلم عن الأسر إحنا نتكلم اليوم عن اللبنة الأولى في المجتمع. أكيد. لا تتكون من زوج وزوجة فقط، لا تتكون من زوجة وزوجة وأبناء، فهذه هي الأسرة. الآن لما نتكلم عن الجانب هذا فهو لازم احنا نعرف ان لكل شخص من الاسره هذه له سعادته الخاصه. صحيح. فانت عشان تحقق السعاده الاسريه يجب ان تحقق السعاده لكل هؤلاء الافراد عشان انت يكون عندك اسره سعيده. استاذ عبد الله، بس هذا ياخذنا لنقطه حول موضوع الاسره. احيانا مثلا الاب او الاسره يكون عندهم مفهوم معين عن السعاده، ويحاولون مثلا يقولون حق ابنائهم ترى السعاده مثلا تكمن ان انت تكون عندك شهاده عاليه ولازم تدرس وتجتهد، بس الابن مثلا يشوف انه هو مثلا شغفه في شيء ثاني، مثلا في رياضه معينه، في مثلا نوع من انواع الموسيقى، ما يشوف مثلا الدراسه مثلا سعاده بالنسبه له. كيف ممكن الأهل، هل يعني ممكن الأهل يوجهون السعادة ولا يتركون الابن يختار سعادته بنفسه؟ بنرجع للمفهوم الأول اللي تكلمنا فيه وقلنا أن لكل شخص في الأسرة له مفهوم خاص بالسعادة. طبعا هذا لأفكاره الخاصة، لقيمه، لمعتقداته عن السعادة، فأنت ما تقدر تفرض عليه، لأن كل طفل من أطفالك لا يمكن يكون لهم نفس الهوايات، لهم نفس الرغبات، الاحتياجات تختلف. فلذلك أنت اليوم ما تقدر تجبر شخص أن يكون سعيد، وهذه من الأشياء احنا اللي نعرفها، أنك أنت اليوم ما تقدر تجبر الشخص أن يكون سعيد. يختار صحيح. يكون سعيد ويختار أن لا يكون سعيد. ف
فأنت اليوم طفلك هذا أو أن نرجع للدور الأسرة أو رب الأسرة، هي أن يعني يوفر الأمن والأمان حق العائلة فقط. لا يمكن أنت راح يعني تعرف شو مستقبل الشخص هذا، شو اختياراته في الحياة بتكون، شو مستقبله، شو التخصص اللي ما تقدر تفرض عليه. فهي ولو فرضت عليه فأنت راح تجبره أنه ما يكون سعيد، راح تخلق فرد في العائلة غير سعيد. وهذا لما ترجع للسعادة الأسرية وتفكر في الأسرة تلقى واحدة من الأسباب هذه هي تزمت الآباء لمفاهيم قد تكون قديمة أكيد، وقد تكون أشياء هم يرغبون فيها ما حققوها في حياتهم، فيريدون أبنائهم يحققونها. والأبناء ما هو إذا أنت ما قدرت تحققها في حياتك يستطيع ابنك يحققها؟ أكيد. فهنا تكون الـ 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 وأعتقد أستاذ عبد الله كل شخص يقدر يخلق السعادة، سواء كان هذا الشخص طفل صغير أو حتى كبير، كيف ممكن هو يسعد نفسه بطريقته الخاصة أكيد. لكن نتكلم عن الأسرة بشكل خاص، أكيد كل أسرة تواجه العديد من المشاكل، من الخلافات الأسرية، من الضغوطات النفسية، لكن كيف ممكن نحن نتخطى هذه المشاكل والضغوطات ونحقق السعادة في نفس الوقت في ظل هذه المشاكل والضغوطات؟ نرجع للمفهوم الأول اللي هو هل السعادة وسيلة أم هدف؟ أنا بالنسبة لي أقول أن السعادة وسيلة. اليوم عشان أحصن الأسرة هذه وتكون أسرة قوية، نعم، يجب أن أنا أجعلها تكون أسرة سعيدة في البداية. أنا ما أنتظر أن أنا أضع هدف لأسرتي أنها تكون سعيدة، لا، أنا اليوم أعلم أبنائي كيف يكونوا سعداء، أسمح لهم يكونوا سعداء بطريقتهم الخاصة. إذا كانت الأسرة ككل سعيدة راح تتحمل الضغوطات، راح تجاوز المشاكل. اليوم مين في العالم ما عنده مشاكل؟ مهما كان الناس سعداء، مهما كان عندهم مشاكلهم الخاصة اللي يشتغلون عليها، قد احنا ما نكون نعرفها وقد ما يرونها للآخرين، لكن صحيح. كل شخص عنده مشاكل، وهذا طبعا قانون كوني اسمه قانون المشاكل، أن الإنسان علشان يتطور ويكون أقوى وأفضل وأحسن يجب أن تكون عنده مشاكل. فإذا كانت عندك مشكلة بالعكس أنت تقول الحمد لله وتبدأ تشتغل عليها وتبقى تكون أحسن وتتعلم من تجاربك، وهي الخبرات وهي السعادة بالفعل أنك أنت تعمل شيء. نعم. هي هاي الخبرات. صح. أستاذ عبد الله نتكلم عن اكتشاف السعادة، يعني إحنا كأشخاص يمكن ذكرت جوانب عديدة، يمكن من الأهم اللي أنا أشوفها يمكن الجانب الروحاني، الجانب النفسي، والعديد من الجوانب الثانية. كيف ممكن الإنسان يكتشف الشيء اللي يخليه سعيد صدقا؟ يعني مثلا في بعض الناس المادة جدا مهمة عندهم، وهذا شيء ما في عيب أو مشكلة بحكم ما يروج أن لا المال لا يشتري السعادة، لكن مثلا في شخص يستانس مع المال، في شخص مثلا ما يعرف شو اللي يخليه سعيد. كيف أنا أكتشف الشيء اللي يخليني سعيد؟ أنت ذكرتي في حاجة جانب مهم في جوانب في الحياة عندنا اللي هو الجانب المادي المالي. اليوم الكثير من الناس ما أعرف ليش يربطون السعادة بالمال وبالمادة، ما أعرف ليش. لكن هل يستطيع الإنسان اليوم أن يعيش أو يحقق أهدافه بدون المال؟ لا يمكن. تحتاج المال في كل لتحقيق أهدافك للمعيشة اليوم، تحتاج الجانب المالي. ولذلك احنا قلنا الجانب الأسري وبعدين قلنا لكم الجانب المالي. الجانب المالي مهم جدا في حياة البشر، لكن ما أعرف لماذا يربط. إيه ممكن تكون سعيد وممكن تكون حزين، وممكن تكون يعني سعيد وحزين في الفقر وفي الغنى. يعني ما نقدر نربط، ودائما احنا نقول لا تخلي سعادتك في أشياء مادية، لأن لو جعلت السعادة في المال لماذا البشر في أول الشهر يكونون سعداء وفي آخر الشهر يكونون أقل السعادة؟ أنا ما أقول كلمة إيجابية لكن أقول أقل السعادة، هي أنك أنت اعتمدت السعادة كمفهوم، اعتمدت المال كمفهوم للسعادة. صح. فلذلك في أول شهر أنت سعيد وفي آخر شهر أنت غير سعيد. نفس الناس اللي يعتمدون النجاح كسعادة، لذلك لما ينجحون يكونون سعداء، ولما ما ينجحون ما أقول فشلوا، ولكن قد يكونون في الطريق إلى النجاح وهذا دائما موجود، انه ما يكون سعداء، يكون سعيد فقط لما يوصل. صح. للنجاح، لما يستلم الشهاده. وهنا نتكلم عن ولذلك ما يكون سعيد في هذه الفتره. وهنا نتكلم استاذ عبد الله عن مفهوم خاطئ عند الكثير من الناس اللي هو انتظار السعاده، يعني انا بنتظر السعاده، انا بكون سعيد يوم بحصل مال، انا بكون سعيد يوم بحصل الشهاده. ليش ما تكون سعيد وانت اليوم قاعد ناشي الصبح من وقت تخلق السعاده حق نفسك؟ شو الشيء اللي يسعدك فتسويه؟ صحيح؟ صحيح 100%. احنا نتكلم نقول ان 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 السعاده رحله، مش وجهه، مش وسيله، يعني أكيد. مش هدف، هي وسيله. انت اليوم مين ما يقدر يكون سعيد؟ تكلمنا في البدايه بس ما قلنا شو، لان في تمرين بسيط جدا 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 لايجاد سعاده الشخص يعني الخاصه فيه هو. ورقه بسيطه نكتب عليها سؤال
على هذا، ما الذي يجعلني أكثر سعادة، وأبدأ أكتب شو الأشياء التي تجعلني سعادة. هني عندنا إحنا مشكلة أن كثير من الناس، أو الإشكال أن كثير من الناس يعتقد أن السعادة هي لازم يكون عندي في حسابي رقم بالملايين مال، جب تكون عندي سيارة رياضية الفارهة اللي جاري عنده مثلها، لازم يكون عندي بيت أو ثلاث أو بيت في كل إمارة اليوم، هذه السعادة. لكن قد يكون هو عايش في بيت وسعيد فيه، قد يكون هو راكب سيارة وسعيد فيها، قد يكون صحته ممتازة وسعيد، يكون عنده عمل وسعيد، يكون عنده راتب شهري ويكون سعيد وهو ما يعرف. فدائما أنا أقول، ما نقول إحنا ما الذي يجعلنا سعيدين، لكن نقول ما الذي يجعلنا أكثر سعادة، لأن قد تكون أنت سعيد وأنت ما تعرف بذلك، لا تعي بذلك. فعشان شيء تمرين بسيط جدا اسمه تمرين إيجاد السعادة، ورقة بيضاء تكتب سؤال كيف أكون أكثر سعادة، وتبدأ تكتب كل ما يخطر في بالك. حلو. وتخلي القائمة هذه في جيبك، في كل وقت أنت تبغي تكون سعيد فيها طلع الورقة هاي، خذ واحد من الاختيارات هذه، قم في تنفيذها تكون سعيد. ما في أسهل من كذا. وهنا نتكلم عن علاقة السعادة اليوم أستاذ بالقناعة. القناعة مثل ما قلنا هي تعريفك للسعادة. الآن تعريفك للسعادة ما قدرت تحققها وتشوف نفسك أنك أنت في 80% من الوقت أنت مش سعيد، أعرف أنك لازم تغير قناعاتك وتغير أفكارك وتغير تعريفك. ودائما أنا أقول أعد تعريف السعادة لديك. اليوم أنا العشر دراهم ما تجعلني سعيد، بس كانت تجعلني سعيد أيام ما كنت طفل، العشر دراهم كانت تجعلني سعيد. اليوم أنا ما أشعر فرحة العيد، بس أنا لما كنت طفل كان العيد الثوب الجديد والنعال الجديد والعيدية الدرهم والعشر دراهم كانت تجعلني أكثر تجعلني سعيد. الآن ما تجعلني سعيد، إذا معناها أنا تعريفي تغير للسعادة. فأعد كتابة التعريف، أوجد الأشياء البسيطة، دائما أنا أقولها أوجد الأشياء البسيطة اللي تجعلك سعيد طوال الوقت. حلو. ونحن نتكلم الآن وصلنا إلى استدامة السعادة، مش بس أني أكون سعيد اليوم، لا، أنا أكون سعيد لما سيأتي، لما تبقى من حياتي في بعمل الأشياء التي تجعلني سعيد. نعم، جميل جدا، فقرة سعيدة جدا. نشكرك أستاذ عبد الله سالم المزروعي، باحث في تطوير الذات، على هذه الفقرة الجميلة، ونتمنى لك إن شاء الله يوم سعيد لجميع المشاهدين. أنا أشكركم وأقول الحمد لله أن احنا اليوم نعيش في إمارات السعادة والتسامح، الحمد لله، ونقول الحمد لله بعد أن احنا الآن موجودين في الإمارة الباسمة، وإن شاء الله أنها تكون حياتنا كلها سعيدة وحياة المشاهدين إن شاء الله تكون سعادة في سعادة. الحمد لله. يعطيك الصحة والعافية، شاكرين لك تواجدك معنا اليوم في استديو صباح الشارقة.